السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن طريقة تقسيم الهارد او طريقة تقسيم البارتيشنز بعد ما يكون الويندوز نزل والجهاز شغال ما فيهوش اي مشاكل. مثلا انا دلوقتي في عندي البارتيشنز اللي موجودة، بارتيشن زي الاي هو مساحته توتال 107 جيجا، مستخدم منهم حوالي 56 وشوية. ازاي اقدر اقسم واخد جزء من المساحة الفاضية واعمل بيها بارتيشن تاني او ازود بيها بارتيشن تاني او الكلام ده كله؟ الفكرة ان الحاجات دي كلها سهلة ان هي تتعمل باستخدام برامج. اللي احنا هنعمله النهاردة اننا هنعمل الحاجات دي كلها من غير ما ننزل اي برامج خارجية، الحاجات دي كلها موجودة في الويندوز نفسه. طيب الطريقة بتكون ايه؟ باجي على ذيس بي سي او زي ما هي معروفة ماي كمبيوتر، وبندخل بندوس رايت كليك وبندخل على حاجة اسمها مانج. طبعا انت لازم تكون ادمنستريتور علشان تقدر تعمل الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي. من مانج بيفتح لك صفحة زي كده، في ليست بتبقى موجودة على الشمال بنختار منها ديسك مانجمنت. الديسك مانجمنت دي عبارة عن تول بتقول لك يعني حاجات كتيرة قوي ريليتد بالهاردات او الديسكات اللي بتكون موجودة عندك. يعني انا مثلا دلوقتي في عندي هاردين اللي هو ديسك 0 وديسك 1. ديسك 0 ده اللي هو اس اس دي مساحته حوالي 240 جيجا، ديسك 1 ده هارد عادي مساحته اكبر شوية، مساحته حوالي 700 جيجا. البارتيشن اللي احنا محتاجين نقسمه او ناخد منه المساحة، احنا بنشوف هنا بارتيشن الاي، ده الحاجة اللي احنا ممكن نلعب فيها دلوقتي. بارتيشن الاي موجود عندي هنا. طبعا تقسيمة البارتيشنز كلها باينة في كل هارد لوحده. علشان اخد مساحة فاضية من البارتيشن ده انا باجي بقف عليه وبدوس كليك يمين وبقول له شرينك فوليوم. شرينك فوليوم ده بيقسم لي البارتيشن اللي موجود. طيب ايه الرقم اللي طلع لي ده اللي هو 58,028 ميجا بايت؟ ده المساحة الماكسيمم او يعني اقصى حاجة ممكن انا اقسمها او اخدها من البارتيشن ده. لو جينا بصينا هنا الاي فوق بيظهر قدامه الداتا بتاعته كلها. احنا في فري سبيس او فاضي منه 56 جيجا بوينت 67، يعني احنا بنتكلم في حوالي 56 جيجا ونص. طيب لو افترضنا ان انا عايز احسب المساحة اللي انا عاوز اقطعها من البارتيشن بالظبط، يعني مثلا مش عاوز المساحة دي كلها 58,000 ميجا دي، انا مش محتاجها، انا محتاج 10 جيجا بس. طيب طبعا معروف ان الجيجا هي 1024 ميجا، فانا لو عاوز 10 جيجا فانا بقول له 1024 ميجا في 10، فبيديني رقم اللي هو كام؟ 10,240. فبكتب هنا 10,240 كده، دي مساحة 10 جيجا بالظبط، وبقول له شرينك. طيب احنا خدنا بالنا ايه اللي حصل دلوقتي؟ البارتيشن اتقسم، مساحته قلت، بدل ما هو كان 107 جيجا بقى 97 جيجا، ونزل هنا حاجة مكتوب عليها 10 جيجا اسمها unallocated. unallocated يعني هي مساحة مش معمولة بارتيشن ومش مستخدمة في أي حاجة خالص. وطبعا دي احنا ممكن نعمل بيها كذا حاجة. ممكن ال 10 جيجا دي تبقى بارتيشن تاني لوحدها، لما بدوس عليها رايت كليك واقول له نيو سيمبل فوليوم مثلا، نيكست، هو بيجيب لي المساحة كلها بتاعة ال unpartition space اللي موجودة، بقول له نيكست، بختار الحرف اللي أنا عاوز أخليه، يعني البارتيشن يبقى I K L M أيا كان حاجة من الحروف اللي هي الفاضية، وبقول له نيكست. نظام الفورمات بتاعه هيبقى NTFS ولا FAT32، طبعا المعظم دلوقتي بيبقى NTFS. كل حاجة تانية بتفضل زي ما هي. الفوليوم ليبل ده بيكون اسم البارتيشن الجديد، وبتأكد ان في تشيك مارك قدام perform a quick format علشان يفورمات البارتيشن ده بسرعة، وبقول له next. طبعا بقول له finish، بستنى شوية كده. انا عملت بارتيشن تاني مساحته 10 جيجا، لو جينا هنا بصينا هنلاقيه بعد ما نعمل ريفرش اهو نيو فوليوم باسمه، واخد حرف الاي، مساحته 10 جيجا بالظبط، البارتيشن كله فاضي. طيب لو انا محتاج ان انا اديليت البارتيشن ده خالص وامرج المساحة مع الاي، اكبر الاي شوية او ازود الاي ال10 جيجا اللي هي موجودة هنا، بدل ما هما بارتيشنين اخلي الاتنين ادمجهم في بارتيشن واحد بس. الكلام ده بيتم ازاي؟ بدوس رايت كليك وبقول له ديليت فوليوم مش فورمات. الفرق ايه بين الفورمات والديليت؟ الفورمات بيخلي البارتيشن موجود زي ما هو بس بيمسح الداتا كلها منه، لكن الديليت بيشيل البارتيشن كله وبيخلي المساحة فاضية تقدر ان انت تتحكم فيها براحتك. فانا هقول له ديليت فوليوم، اقول له يس، رجع التاني 10 جيجا unallocated space.
علشان ازود بارتيشن الاي او ادمج العشرة جيجا دي على بارتيشن الاي، باجي على الاي وبدوس رايت كليك وبقول له اكستند فوليوم. هتلاحظ ان اكستند فوليوم ما كانتش موجودة قبل كده، يعني مثلا لو جيت على الاف ودوست رايت كليك لازم يكون في مساحة فاضية موجودة علشان الاوبشن ده يظهر. الاول خالص لما ما كانش فيه المساحة دي ما كانش فيه اكستند فوليوم. طيب دلوقتي احنا عاوزين نزود بارتيشن الاي، فاقول له رايت كليك اكستند فوليوم وبقول له نيكست. ايه الديسك اللي اقدر ان انا ازود بيه المساحة؟ هو لوحده بيديتكت اوتوماتيك العشرة جيجا اللي موجودة هنا ومختارها لي، تمام، وهي اوريدي سيلكتد، يعني مش محتاج ان انا اعمل اي حاجة. فبقول له نيكست وبقول له فينش وبستنى شوية. اللي حصل دلوقتي ايه؟ ان هو دمج العشرة جيجا مع بارتيشن الاي ومساحته زادت، بقت 107 جيجا وشوية. لو جينا هنا هنبص على الاي لقينا ان هي مساحتها رجعت تاني زي ما كانت، وبارتيشن الاي اللي كان موجود هنا اختفى، مساحته اندمجت مع بارتيشن الاي. طبعا الكلام ده بيتعمل اوتوماتيك بالبرامج التانية، بس الفكرة في البرامج ان الاوبشنز دي اصلا بتبقى موجودة في الويندوز نفسه. البرامج بتبقى موجودة علشان تعمل لك الخطوات دي كلها لو انت ما عندكش فكرة عنها. بس يعني انا بالنسبة لي شخصيا فكرة ان انا انزل برنامج علشان يعمل حاجة زي كده ملهاش لازمة. برامج كتير بتقل الجهاز مع الوقت، طبعا بتاخد من مساحة الجهاز. الافضل طبعا ان انا اعمل حاجة زي كده بالخطوات الاساسية بتاعته اللي هي بتكون موجودة في الويندوز نفسه. انتظرونا ان شاء الله في مزيد من الفيديوهات. يا ريت لايك شير سبسكرايب. لو في اي حاجة، حد عنده اقتراح، في اي طلبات معينة ممكن تتشرح على الويندوز، يا ريت تسيبوها في الكومنتات، وان شاء الله الفيديو بتاعها هينزل في اقرب وقت ممكن. شكرا.